بسبب او لاخر في ايماني وفي عقيدتي وفي فكري وفي مبادئي، لازم اقف شويه. انا قلت كلمه هامه للناس اللي سمعوني في بدايه الدرس، انه لا تتجاهل كل كلمه، بس خذ كل كلمه كان في شيء ثمين انت بتاخذه. فالايه مهمه جدا، كلمه مرفوضين معناها فاشل. هذه الايه في غايه الاهميه لانها توجه لنا سؤال هام جدا، بما معناه امتحنوا انفسكم، هل ما زال لديكم الايمان الحقيقي القوي القادر ان ينقل الجبال، ام تواجهون اليوم مقدار من الضعف في ايمانك بسبب الخوف، القلق، اضطرابات الحياه وتقلباتها. طيب خلوني ادخل ابعد شويه، انا ما بدي احكي فقط عن الخوف وعن الايمان، لكن اريد اتكلم اكثر بالاشياء اللي انا اختبرتها في حياتي من خلال الكلمه ومن خلال الخبره الشخصيه في هذا الموضوع. وانا حكيتها في البدايه ايضا، اكثر روح يعمل ضد الايمان، أكثر روح يعمل ضد الإيمان هو روح الخوف. وروح الخوف عادة ما بيجي لوحده، يعني لا تتخيل أنه روح الخوف لما يهاجم مؤمن رح يجي هذا الروح لوحده يخليك تخاف فقط ويخليك أنت مش قادر تعمل قرارات، لا مش هذه الفكرة. الخوف لو أصبح حالة مزمنة عند الإنسان المؤمن، تبع لكلامي، عند الإنسان المؤمن، أنا ما أتكلم الآن عن غير المؤمنين، أنا بكلمك أنت، أنا بكلم مؤمنين، بكلم ناس طالعين في إيمان حقيقي. الخوف لو أصبح مزمن عند الإنسان المؤمن، يمكن أن يتحول هذا الروح من خوف عادي إلى روح شريرة. ما له علاقة في روحك، روحك أنت خلصانة، هو له علاقة في قراراتك، له علاقة في تركيزك، له علاقة في مشاعرك، له علاقة في الوضع اللي انت فيه، المكان اللي انت فيه، له علاقة بانه يخليك تنسى بعض الاشياء الهامة جدا اللي حصلت معك، وبعدين يخليك تكون في سلبية ويخليك تعيش في حالة من الشك والضياع الكامل، والنتيجة انك انت تفقد ايمانك وترجع تتجه اتجاه اخر نسميه احنا اتجاه الهروب. رح اقول هاي الكلمات بصيغة اخرى، الخوف لو اصبح حالة مزمنة عند الانسان المؤمن، تبع لكلامي، يمكن ان يكون روح شريرة. عادة روح الخوف لا يأتي لوحده، بل مع مجموعة من الارواح الاخرى التي ترافق منها روح التشويش. تلاقي نفسك في حالة تشويش، اعمل ولا ما اعمل، ضايع ضايع، مرة تفتكر نفسك أنت هتعمل قرار، ومرة تتوقف، ومرة مشوش مشوش. يجي معاه روح آخر اسمه روح عدم التركيز، مش قادر تركز على أمر، مش قادر تفوكس، مش قادر أنت تشوف الأمور بتركيز، مشوش. هذا يحكي معاك أنت في مكان آخر، فلان يحكي معك انت عقلك في مكان اخر، مو قادر تركز على امور حياتك، على شغلك، على علاقاتك، على قراراتك، مو قادر تركز. فاللي عندنا ثلاثة، خوف، تشويش، وعدم تركيز. بعد يدخل روح اخر هو روح الشعور بالوحدة ومحاولة الاحتماء بالاخرين والتقرب منهم. شو معنى الكلام هذا؟ رغم اني انا عندي ناس، لكن أشعر شعور بالوحدة، أشعر أني أنا وحيد، أشعر أني أنا غير مرتاح. ليه؟ لأني أنا وحيد، لأني أنا بعاني من الوحدة، أنا بعاني من الرفض، كأني أنا بعاني من أمر معين، فأنا بحاول ألتصق من ناس، مش لأني فقط أنا بحب هدول الناس، لا، لأني شاعر مشاعر وحدة، فبحب أني أنا أمتلك على آخرين، أو يكونوا قريبين مني الآخرين، أو أكون أنا في علاقة. يعني أنا بعرف ناس، مثلا أشخاص، رجال أو مرأة عمره ممكن يكون 40 سنة، 40 سنة لغاية هاي اللحظة مشاعر الوحدة مسيطرة على هذا الإنسان، فيحاول يعيش قريب من الأم أو الأب أو أخ من الأخوة، حتى في النوم، حتى في العلاقات، حتى في الطعام، حتى في حاول. السبب أنه هو داخله شعر بالوحدة الناتج عن الخوف، الناتج عن التشويش، الناتج عن عدم التركيز. ولو موجودة هذه النقاط اللي أنا ذكرتها، هلا صار عندنا خوف، تشويش، عدم تركيز،
شعور بالوحده، محاوله الالتصاق بالاخرين، التقرب منهم والعيش معاهم. ولو طلعوا تركوني وين رايحين؟ لو تركوني او تاخروا تلاقيني اعيش بخوف، ليه تركوني هذول لو مشيوا، او ليه مثلا راحوا مكان؟ لا، تعالوا ابدي اثر سلبا على الناس اللي حولي بسبب خوفي وشعوري بالوحده. يرافق هذا الموضوع روح اخر، هو روح النسيان. تتكلم كلام ما تكمل الكلام تنساه، تحكي موضوع تلاقي نفسك قطعت الموضوع على النص والتهيت في شيء آخر، لما تحاول ترجع تربط كلامك اللي راح بالكلام الجاي تلاقي نفسك خلاص كأنك أنت ولا حكيت. أشياء بسيطة تنساها، وجوه تنساها، عمل أشياء حولك ما تركز عليها، دائما تفكر تنزل من مرحلة إلى مرحلة حتى تكون أقل مسؤولية، لأنك مش لأنك مش كفو لكن لأنك بتنسى. فيهاجمك روح الخوف لأنك بتنسى عملك، بتنسى التزاماتك، فيسبب لك رعب ويخليك تشعر بأن الناس اللي حولك أو الناس اللي واقفين جنبك كلهم عم ينظروا إليك وأنت على حياتك مشكلة معينة. عيد الأشياء هذه العلامات اللي عم بقولها هي علامات وجود روح خوف، روح خوف وليس خوف، روح خوف. أوكي، روح الخوف علاماته وجود معه روح تشويش عالي، عدم تركيز، شعور بالوحدة، محاولة الاحتماء بالآخرين والتقرب منهم، النسيان بسرعة لما يقال من حولك أو ما تقوله أنت للآخرين. يرافق هاي النقاط الأربعة نقطة أو نقاط الخمسة نقطة أخرى. لو أنت اختبرت اختبار معين أو شفت حلم أو شفت رؤية راح تفكر دائما بسلبية وبشك وليس في إيجابي. يعني لو الرب كلمك مثلا أنت راح تفكر هذا مش كلام الرب. لو الرب انطاك منفذ أو انطاك طريقة أو تعامل معاك بحلم أو أنت شفت رؤية أو شفت نبوة أو شفت إعلان أو استلمت تقرير من الرب القدير على حياتك، هذا الموضوع مش راح تاخذه بجدية، راح تاخذه بسلبية مش راح تاخذه بإيجابية. وأول ما أنت تعيش في هذا المستوى من السلبية أنت راح تعيش في حالة من الخوف المتكرر وتتوقع أن الصلاة اللي صليت لك ما جابت أي نتيجة. راح مؤمنين يصلي لك، راح بعد شويه تقول لهذا المؤمن يا اخ فلان انت صليت لي صح، الرب يباركك، لكني انا لم اتغير. النقطه يعني المهمه الاخرى والعلامه الاخرى المهمه، وهي هذه العلامه مش دائما موجوده، لكن لما يكون الخوف مزمن 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 هو يحصل ليلك نهار ونهارك ليل، بمعنى انك اثناء النهار تنام وتصحى طول الليل لانك مو قادر تنام بسبب وجود الخوف عندك. هاي حالة مزمنة جدا من حالة الخوف. هل الخوف يحارب المؤمنين؟ نعم. نعم. الخوف يحارب المؤمن. طب بشو يحاربه؟ خليني أدخل أكثر. الخوف لما يهجم على مؤمن يحاربه في أربع خمس نقاط هامة. وهذه النقاط من أهم النقاط للمؤمن. أمور جوهرية. ليه مش رايح حاربك بظلام ظلمة يعني. طبعا واحدة من الأشياء أنه عنده روح الخوف أيضا يخاف ينام في الظلام، واللي عنده روح الخوف راح تلاقي هذا الروح منتشر في العائلة، يعني مش بس أنا وأخوي وأختي وابني وأمي، فمنتشر في العائلة هذا روح الخوف. لكن لما روح الخوف يهاجم مؤمن بشو يحارب المؤمن؟ اولا يحاربه في موضوع خلاصه، فيقول له انت مش مخلص، فيجيك بتهمه عدم الخلاص. انت مخلص؟ طب شوف الماضي، طب شوف الحاضر، طب شوف وضعك، ويهاجم بافكار يخليك تشعر انك انت غير مخلص. اثنين يحاربك في ثقتك في وعود الله، يهاجم وعود الله في حياتك. طب الرب مش وعد بالبركة؟ طب ما أنا صليت وتزوجت، طب ما أنا عملت إجراء معين في حياتي قبل ما هذا الوعد، وليش أنا؟ وهاجمك في ثقتك بالبداية، هاجمك في خلاصك، يقول لك أنت مش مخلص، أنت بعيد عن الخلاص، أنت راح تكون في وضع مش تمام.
كيف انت مخلص وانت تتصرف بهذه الطريقه، كيف انت مخلص ومش عارف تتصرف، كيف انت هاجم خلاصك. لا لا لا، شوف خليني شوف هاي الاعلانات او رسائل. ما في ناس ممكن تكون صلت صلاه لكن هذه الصلاه بدون ايمان، وانت واحد من الناس اللي صلوا صلوات بدون ايمان، فانت لانك صليت صلوات بدون ايمان انت عم تضحك على نفسك، انت مش مخلص، انت لما تموت باي باي رايح للجحيم. فيهاجمك في هاي النقطه، يرعبك من الموت. ليه؟ لانه يخلي فيك فكره انت عدم مخلص، يخلي فيك فكره انه انت مش وعود الله مش إلك لأنك أنت مش مخلص. وبعدين يجيك بأفكار موت راح تموت، وبعدين يجي يقول لك من تموت أنت رايح للجحيم، فيهاجمك بكل هاي هاي أنا عم بحكي لك أشياء اختبارية، يعني أنا قلت راح أحكي أشياء اختبارية. يهاجمك خلاصك، ثقتك في وعود الله. لما ياخذ موطئ قدم وتبتدي أنت تفكر هو أنا مخلص ولا لا، هو انا طب ليه ما عم تتحقق المواعيد، طب ليه ما عندي خدمه، طب ليه الرب ما عم يستخدمني، طب ليه انا عايش في ضياع، طب ليه انا هيك، طب ليه انا هيك، تبتدي سلسله من التذمرات وتملى فايل كامل امام الرب من شكاوى، تبتدي تشتكي 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 بشكل مستمر. فمكان ما تملي فايلك بالإيمان والرب يرى فايل مليان إيمان، يرى سيرة حياة مليانة إيمان مليانة قوة، يرى سيرة حياة بمواعيد الله وكلمات الله، يرى سيرة حياة تشكك مستمر في وعود الله. السبب روح الخوف يشككك في كل شيء، ولما يشككك يبتدي أيضا شوف الكلام، يبتدي أيضا يكون هو سبب في دخول أمراض عضوية للإنسان. وبمعنى آخر الخوف له عذاب كما تعلن لنا كلمة الله. إن الخوف اكتمل، إن الخوف نضج، إن الخوف سقي، إن الخوف أخذ موطئ قدم، هذه بداية. هو روح ضعيف، هو روح هزيل، هو روح تقدر أصغر مؤمن بالمسيح يدوس عليه برجله، لكن لو قدر يزعزع إيمانك، لو قدر يزعزع فكرة أنك أنت مخلص، لو قدر يتدخلك في مجالات عدم الثقة في وعود الله، لغتك تغيرت، اسلوبك تغير، بدت عيونك تمتلي بالدموع، بدت الملامة، بدت الخوف، بدت الكلام السلبي، الناس من حولك، الأمور اختلفت عندك، دخلت في مجالات أخرى، بدأ روح الخوف يتعامل معك بأسلوب آخر. روح ضعيف، لكن لما يأخذ موطئ قدم جاب عدم التركيز، جاب تشويش، جاب القلق، جاب اضطراب، جاب مشاعر رفض ووحدة، جاب سلبية، خلص فتح أبواب، استولى على جزء كبير من أفكارك، وبهذه الطريقة قدر يستولي أو يسيطر على خدمتك ويستولي على كل الأشياء اللي أنت بتعمل بها. كذلك روح الخوف غير أنه يحاربك في موضوع خلاصك ويحاربك في موضوع ثقتك، هو يحاربك أيضا في المحبة. هو يحاول انه يفهمك انه ما في محبة اصلا، انه ما في محبة، ما في حدا مهتم فيك. الناس اللي من حول يحارب المحبة ويجعل من الانسان شخص سلبي. يعني ببساطة جدا يحارب محبتك ايضا، يحارب ايمانك، يحارب خلاصك، ويحارب فكرة المحبة اللي فيك. ليه؟ لانه عارف لو انت تمتعت بمحبة الرب، لو انت واثق انك محبوب من الرب، لو انت عارف انك انت فعلا عندك هذه المحبة وقادر تقدم محبة وقادر تتعامل مع المحبة، انت راح يكون لك القدرة على انك تأذي مملكته. هدف الخوف هو التركيز على انه يكسر ايمانك كمؤمن. يعني كل اللي انا حكيته ممكن انت تخليه بهدف واحد فقط، او جول اللي يحب يصل له ابليس. هو مش همه اذا انت مركزت، ولا همه انك انت مشوش، لا لا، هو عنده هدف من كل هاي المخططات اللي عم يعملها ضدك، انه يوصلك الى نقطه اسمها نقطه عدم الايمان.
يكسر قلبك، يكسر إيمانك، يكسر خطواتك. وهذا هو هدف روح الخوف، هذا هو أخطر حالة وأخطر عمل يقدر يعمل روح الخوف. ليه؟ لأنك أنت لو خسرت إيمانك، الكتاب يقول بدون إيمان لا يمكن إرضاء الرب، لأن الذي يتقدم إلى الرب ينبغي أولا أن يؤمن أنه موجود. لما أنا بأمن بخلاصي، لما أنا بأمن بالرب، لما أنا بآمن بالوعود، روح الخوف رح يكون حجمه وعمله محدود على حياتي. لكن لو قدر يكسرني، وهذا اللي أنا حكيته بهذه الآية السابقة في 2 كورنثوس 13، لو رجعت إلى الشاهد اللي أنا حكيته عن امتحان الإيمان، امتحن إيمانك، جرب إيمانك، رح تقدر تكتشف المسافة اللي بينك وبين الإيمان. لو المسافة قريبة، لو أنت فعلا مؤمن وإيمانك فعلا متحد ممزوج في كل حركات حياتك، في كل خطوات حياتك، راح تلقي العدو مبتعد والخوف مبتعد، لأنك ما راح تقدر تواجه الخوف إلا بالإيمان. ما راح تقدر أنت تطلع إلى مستوى الخدمة أو إلى مستوى العلاقة، مش هتقدر تطلع شياطين. لو أنت على قلبك تطلع شياطين، إذا أنت تخاف، مش ما راح تقدر تخلي ايدك على مريض لانه تخاف لا تصاب بالعدوى. ما راح تقدر تصلي على ميت او تقيم ميت لانك انت تخاف لما يقوم. ما راح تقدر انت تغير مرض، ليه؟ لانك انت شعر بداخلك بضعف كبير جدا، وانت ما قادر تتعامل مع هذا المرض بسبب خوفك لما يحصل الكلام اللي انت تنطق فيه. لذلك انت تسكت، انت تتوقف. ليه؟ مش لانك غير مؤمن، لكن ايمانك عم يضرب بسبب روح الخوف. بولس الرسول، نرجع لآيتنا، بولس الرسول حدثنا عن امتحان إيماننا بشكل مستمر، لأننا سوف نحتاج كمؤمنين باستمرار أن نشحن هذا الإيمان ونشتغل عليه كي لا نسقط في مواجهات مع روح الخوف. بكلام آخر بسيط جدا، اشحن إيمانك دائما، خلي إيمانك مربوط، خلي الواير الكابل اللي يربطك أنت بكلمة الله دائما متصل، دائما اشحن إيمانك باستمرار من خلال الكلمة. لا تقول أنا بعرف الكلمة، لأن رح أقول لك كلمة هامة جدا، إنه روح الخوف واحدة من أهم صفاته إنه ينسيك الكلام، ينسيك الآية، يسرق كلمة من الآية، يسرق مكان الشاهد، يسرق العبارة اللي أنت تستخدمها، وبهاي الطريقة يغير لك كل فكرة الآية وكل فكرة الشهادة، فتقف قدام الناس وأنت ناسي الكلام اللي أنت عم تحكي فيه، وكأنك أنت غير مستخدم. فيواجهك في أمر معين أنت ما عندك الطريقة ولا عارف، أنت قرأت الآية لكن يسرق. فاكرين في متى 4 لما سرق الآية الموجودة في مزمور 91؟ هو ما قال الآية كلها، هو سرق جزء من الآية، هو طلع شوية من الآية برا الآية وربط 2 آخرين وحكاها للرب يسوع. لكن الرب يسوع، لأنه هو كاتب هذا الكلام، هو بالروح القدس، فعارف الآية بالضبط. فيجيك يغير، يجيك ينسيك الآية، ينسيك الاختبار، ينسيك الحلم، ينسيك الرؤية، ينسيك الموقف. شوف نفسك اختبرت آية، اختبرت معجزة، اختبرت شفاء، وبعد شوية دخلت في ضيقة وبدأت تخاف، ينسيك انك انت قبل شهر وشهرين وثلاثة انت عديت مرحلة واجتازيت وعبرت في مرحلة معينة وكنت قادر انك تكون بإيمان حقيقي. واليوم نفس الموضوع او اقل او ما له قيمة انت عم تسقط فيه، لانه ينسيك اللي حصل بالماضي، وهذا روح نسيان، هذا روح نسيان. ولما تجي تقرأ الكتاب المقدس تشوف نفسك تبدأ تتثاوب وروح ضعف دخل فيك، او احد يكلمك عن الرب، اثناء ما يكلمك انت فاقد التركيز ومش قادر تركز عليه، ويدخل عليك ارواح نوم وارواح ضعف، وبدك بس تنهي الاجتماع باي طريقه من الطرق، لانه الكلام اللي انت عم تسمعه راح يزيد ايمانك، راح يصحيك ايمانيا، فراح يقوى ايمانك. لو قوى ايمانك انت بتاثر على مملكه العدو. جرب مره، اذا انت عم تقرا كتاب مقدس او عم تدخل اجتماع عم تسمعني اليوم، وتلاقي نفسك عم بتواجه ضعف في جسدك، كل شوية تتثاوب، كل شوية بدك تقوم، عيونك نزلت،
وافتح برنامج اخر، برنامج ترفيهي، برنامج راح تلقى نفسك ساعات انت قادر تقعد قدام هذه البرامج، لكن قدام ساعه واحده من خدمه ممسوحه بالروح القدس تقوي ايمانك، تشحن ايمانك، انت مو قادر تتعامل مع هاي الساعه. هذا كلام حقيقي، هذا كلام اختباري. خليني اخلي قدامك كم نقطه مهمه، قواعد مهمه، وانت لو انت فعلا على قلبك ايمانك ينضج، لو انت فعلا على قلبك تواجه روح الخوف وتعمل قرارات، انت تحتاج مجموعه نقط هامه جدا ممكن تسجلها، ممكن تاخذها لك هذا اليوم وتفكر فيها، وتاخذ الايات الكتابيه اللي راح اقولها قدامك وترجع علي بعد ما تسمعني. مهم جدا، راح اخلي نقاط قواعد هامة لأجل التخلص من أو لأجل مواجهة روح الخوف اللي بيوديك لعذاب مستمر. أول نقطة خليها أمامك، هذه نقطة قاعدة، خليها قاعدة. الحياة بالإيمان، شوف اتبع على كلامي، حياة الإيمان، حياة الخلاص، الشخص المليان بالروح القدس، موضوع الامتلاء وموضوع الإيمان وموضوع السلوك بالإيمان هو ليس أمر اختياري أو نشاط تمارسه لجزء من وقتك. حياة الإيمان، حياة الامتلاء بالروح القدس، صلوات اللي قدم خادم الرب، هي حياة يجب أن تكون مستمرة وفي كل الظروف والأوقات. عيد هاي القاعدة. ما تقدر انت تجزئ، ما تقدر انت تفصل، اليوم انا مؤمن وبكرة انا مش مؤمن، اليوم انا مؤمن بالكنيسة وببيتي انا مش مؤمن، ما تقدر تفصل. يا اما تعيش حياة الايمان بشكل كامل وحياة الملء وحياة الحضور الالهي، يا اما رح يلاقي العدو عندك فجوات ورح يدخل من عندك. الموضوع مش اختيار، الموضوع مش ممارسة فردية وقتية أو نشاط، الموضوع هو حياة. الكتاب يقول حياة الإيمان مستمرة. واجهت ظرف معين، لا تقل لي أنا واجهت ظرف معين فاضطريت أني أكذب، لأني أنا لو ما كذبت راح يحصل بلاوي. لا حبيبي، أنت من تكذب راح تسوي بلاوي. الكذب هو عكس الإيمان، الخوف هو عكس الإيمان، الاضطراب هو عكس الإيمان. لا تلقي حجج حتى تكذب، لا تلقي حجج حتى تفقد إيمانك. فقدك لإيمانك نتيجة لخطوات كذب أو خطوات تهاون في قداستك. حياة الإيمان مستمرة مبنية في كل الأوقات. أنت مبني، أنت لازم لما تتعامل بحياة الإيمان لازم تدرك أنه كل كلمة أنت تقولها هي مسجلة، مكتوب، كلماتك مسجلة في سفري، في أسفار، سفر كلام. شوف حبقوق، في حبقوق 2:4 يقول وأما البار فبالإيمان يحيا. يحيا حياة إيمان. البار بأي شيء يحيا؟ سلوك مستمر يومي، مو لأني أنا بواجه ظروف معينة لازم أكذب. لا، توقف عن الكذب، توقف عن الخدعة، توقف عن أشياء كثيرة وعيش حياة الإيمان، لأنه الله قادر أن يرفعك، لأنه حياتك مبنية على ما تتكلم به وما تفعل وما يطلع من عندك. أما البار فبالإيمان يحيا. روح على عبرانيين 10:38، كاتب رسالة العبرانيين يقول نفس الكلمات بطريقة أخرى، يقول أما البار فبالإيمان يحيا وأن ارتد، بمعنى أنه فشل. المطرق يعيش بالإيمان، المطرق يكمل. لا تسر به نفسي، عارف الرب على الصليب قال أرى نسلا تطول أيامه ومسرة الرب تنجح فيه أو في يده. رب يشوفك أنت مليان بالإيمان يفرح، لكن لما يشوفك أنت ما قادر تعيش حياة الإيمان يقول لك الرب لا تسر به نفسي، يزعل
لا تسار، ما يفرح، ما يدخل معك في عمق، ما يدخل معك ويكلمك. ليه؟ لأنه أنت عم تشغل داخل فشل. إلهك مش إله فشل، الله لم يعطنا روح الفشل. فلما يدخل عنصر الفشل، الفشل يسميه ارتداد، مش ارتداد عن الخلاص. لا، أنا ما بتكلم عن الخلاص، أنا بتكلم عن الارتداد من جهة البار والسلوك بالإيمان. وأما نحن، بولس ما توقف عند هذه الكلمة، وأما نحن، بولس أو كاتب رسالة العبرانيين ربط نفسه بيوبيك، قالوا أما نحن فلسنا من الفشل للهلاك، ما رح نفشل، ولسنا من الارتداد للهلاك، بل من الإيمان لاقتناء النفس وليس الروح. تبع على كلامي، لاقتناء النفس. النفس يعني الأفكار، النفس يعني القرارات، النفس يعني الإرادة، النفس يعني مصدر العقل، بل من الإيمان. اقتناء بمعنى حفظ، يحفظ أنف، يحفظ نفسك، يحفظ روحك. كيف يحفظني؟ من خلال الإيمان اللي فيه. فلما أنا عندي هذا الإيمان، عقلي مش راح أتحول شخص مجنون. بعض الناس يقولوا لي وصلنا للجنون، الناس شايفينا مجانين. حدا شايفك مجنون؟ مش قادر تركز، مش قادر تعمل قرارات صح؟ نعم، كلنا ممكن نكون بنعاني من هذا الموضوع. لكن لما يكون عندي إيمان، هذا الإيمان يحفظ عقلي، يحفظ عقلي من الاضطرابات والتشويش وعدم التركيز والخوف. هذا مبدأ القاعدة الأولى. القاعدة الأولى، بالإيمان نستطيع أن نحيا حياة في الطريق الذي خططه الله من أجلنا طول اليوم. طول اليوم في مخطط إلهي. كيف أعيش هذا المخطط؟ أعيشه من خلال الإيمان. في خطة على حياتي. لو أنت تؤمن في خطة على حياتك وتحب تعيش هذه الخطة، أنت محتاج تؤمن بعمل الله في حياتك. طب ما هي حياة الإيمان؟ خليني أعرف لك حياة الإيمان. مش الإيمان، الإيمان في عبرانيين 11 واضح، هو الثقة بما يرجى، الإيقان بأمور لا ترى، هذا الإيمان. لكن حياة الإيمان هي صعبة، لكن مش مستحيلة. واللي حكى فيها هو قادر أن يتمم. هي القاعدة الأولى اللي حكينا فيها. حياة الإيمان تعني أنك تصدق ما يقول الله لك عن أي ظرف تمر به في حياتك، ولا تصدق، ولا تصدق ما تشعر به أو ما تراه أو ما تسمعه في العيان. أعيد تعريف حياة الإيمان. نحن نسلك بالإيمان ولسنا بالعيان. طب كيف؟ كيف تعرف لي حياة الإيمان؟ كيف أمتحن إيماني؟ هاي القاعدة. أصدق ما يقول الرب، أصدق ما وعد بي ألوهيم، أصدق ما وعد بي يهوى رافة من شفائي، أصدق ما وعد بي يهوى يرأى من احتياجاتي، يهوى شمع، أصدق إله سلامي، يهوى شالو، أصدقه. طب أنا مش عايش. الموضوع مش إنك أنت تصدق ما تراه. هذا هو مستوى إيمان عالي، هذا هو مستوى إيمان ينقل جبال، هذا هو مستوى إيمان الأنبياء. ليه؟ لأنه لما يجي النبي كان يتكلم عن أمور لا ترى، كان يتكلم عن أمور راح تحصل بالمستقبل، لكنه كان واثق أنه الكلام اللي يطلقه، الكلام اللي يحكي، هو كلام نبوي، هو كلام إعلاني. فلما اليوم أنت تقف تعلن إعلان نبوي على حياتك عن طريق الإيمان، أنت مش شايفه. أنا بيتي راح يكون لي عائلة مباركة، أنا مش شايف العائلة، لكن إعلان إيماني، إعلان الكلام اللي أنا بعلنه راح يحصل. ليه؟ لأنه نبوي، لأنه إعلان إيمان. الله ساهر على كلمته ليجريها، مش أنت اللي ساهر، هو اللي ساهر، هو اللي يتمم، هو اللي يشتغل. طب العيان وقفه، طب سمعي وقفه، طب ممكن أوقف السمع والعيان وأوقف كل هاي الأشياء؟ هل ممكن أنا أعيش حياة من هذا النوع؟ هاي حياة جديدة،
هي طبيعه جديده، هي مش صلاه ومشينا، هي مش احنا مسيحيين وخلصنا، هي مش رحنا كنيسه يوم الاحد وخلاص. انت محتاج تعيش حياه جديده، محتاج تعيش طبيعه جديده، محتاج يحصل تغيير في حياتك جوهري حتى تقول فعلا انا مؤمن. هل نوع حياة جديدة، هذا الإيمان الذي يحمل في داخله تحدي كبير للواقع. هذا إيمان المحارب. وهذا الإيمان يحارب لنفس الوقت. لما تقول أنا عندي هذا الإيمان، لما تطلع أنت وتعطي إعلان أو تطلع أنت تتكلم كلام وتسجل تسجيل معين، راح تلقي الدنيا هاجة عليك والناس ضدك، وكيف تتحكي وروح والناس تشتم وتسب وتلعن وناس من حولك تضرب الإيمان اللي حم بيحرك روح الخوف. روح الخوف أنك تكون صادق، روح الخوف أني أنا عايش في هذا المعتقد أخاف لأن أنت تتغير لي وتطلع أنت صادق وأطلع أنا فاشل. هذا الحياة الجديدة، هي الحياة اللي قال عنا الرب يحاربونكم ولا يقدرون عليكم. هاي الحياة اللي حكى عنا الرب يضطهدونكم من أجل اسمي كاذبين. هاي الحياة اللي حكى عنا الرب، هذا الصليب اللي حكى عنه الرب، انك انت راح تعيش حياة مختلفة عن الباقين، راح تعيش حياة مميزة، راح تعيش حياة بالوعود، راح تعيش حياة بالكلمة، راح تعيش حياتك ممتلئة بالروح القدس، راح تصلي بألسنة، راح تصلي بإعلانات، راح تصلي بنبوات، راح تصلي عقلانيين يقول لك لا 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 لا، خليك فقط في محيط معين من الكلمة ولا تتجاوز هذا المحيط، وانت لو مسكت هذا المحيط راح تكون عملاق بالإيمان. صح، لما مسكت كلمة الله هتكون عملاق بالإيمان، لكن الإيمان لوحده في مواجهة ظروف الحياة، أنت محتاج للروح القدس، أنت محتاج لإعلانات ونبوات ومواهب الروح القدس. لا تتجاهل مواهب الروح القدس لأنك أنت لم تختبر هذا النوع من المواهب. إذن راح تحارب، أول من يحاربك معظم الناس من حولك، لأنه لا يحيون في هاي الطريقة أو في هذا الحياة الجديدة. ومشكلة كثير من الكنائس أيضا لا تعلم هذا التعليم، لأنه تعلم بشكل عقلاني لا روحاني، راح تواجه أنت مشكلة في موضوع نضوجك الإيماني. خليك على اللبن العقلي، الكتاب ما يقول خليك على اللبن العقلي، الكتاب يقول في طعام آخر اسمه طعام البالغين، أنت محتاج أن تنضج وتصل إلى مرحلة من طعام البالغين، تتدرب بطريقة حتى تكبر روحيا. إذا في محاربة، نعم، واحد من علامات سيطرة روح الخوف على المجتمع اللي أنت فيه هو أنه يحاربك ويحارب إيمانك ويحاربك من خلال كثير أمور بحياتك. فيبدأ أغلب الأشخاص الذين يبدأون في السلوك بالإيمان سوف يواجهون مقاومة من الناس في حياتهم، يواجهون أفكار من إبليس تحاول أن تبعدهم عن السلوك بالإيمان. أكثر ما يرعب إبليس أنك تقرر أن تسلك بالإيمان رغم كل الظروف الصعبة التي وضعت أمامك. تعرف ليه يخاف أنك إبليس أن تسلك بالإيمان؟ ببساطة جدا، ببساطة جدا، لو أنت سلكت بالإيمان وابتدأت حياة جديدة، أنت راح تأخذ سلطان، ومستوى حجم هذا السلطان عالي جدا، لأنه مكتوب في متى 28 رب يسوع دفع إلي كل سلطان في السماء وعلى الأرض. فمستوى السلطان هو أعلى من كل سلطان، مستوى السلطان اللي أنت راح تاخده هو أعلى من كل شيء على الأرض، وأعلى من كل شيء في السماء، وأعلى من كل شيء في باطن الأرض، وأعلى من كل خليقة. ليه؟ لأنه مصدر السلطان هو الرب يسوع. هذا السلطان وهذا مصدر السلطان ومصدر القوة اللي عندك راح تجي نتيجة إيمانك. فلو العدو عرف انك انت راح تؤمن وتاخذ طبيعه جديده وراح تقاوم روح الخوف، راح يكون عندك سلطان على ممالك العدو، راح يحاربك لو مهما تعمل، راح يبتدي اول حرب لك من خلال عائلتك، من خلال الناس اللي حولك، من خلال الناس اللي تحيط فيك، من خلال مجتمعك. ليه بيحاربك؟ لانه كل المجتمع اللي حولك ما قادر يعيش في مرحلة الإيمان، ولا عارف الإيمان ولا فهم معنى الإيمان، هو بيعيش حياته مثل أي إنسان آخر. هذا السبب راح تحارب من أقرب الناس إليك. السبب الثاني هو ليه تحارب؟ لأنه في خوف من التغيير.
أغلب الناس يؤمنون أنه مضطرين لقبول ما يأتي إليهم من شر كأنه من الله أو بسماح من الله، ويبقى الوضع على ما هو عليه. أغلب الناس عنده مشكلة، ليه عندك هذه المشكلة؟ الرب سمح، يتمجد اسم الرب، صار عنده موت، الرب أعطى والرب أخذ. حبيبي أنت عم تتكلم غلط، خليني بحالي. يجيك مثل يقول لك أفضل أني ما أعرف على أني أعرف. لا حبيبي، أفضل أنك تعرف وتتغير. لا تخاف من التغيير، لا تخاف من مواجهة خوفك، لا تخاف أنك أنت تفكر صح. الله مش بيسمح ولا بيعمل. القاعدة الأولى اللي حكينا عنها أني أصدق الله أصدق حضوره، أصدق كلامه. القاعدة الأولى أني لازم أعرفه. لو أنا عرفته بشكل صحيح، لو أنا فعلا دخلت معاه في علاقة وفي شراكة حقيقية، مش راح أجي أقول عن مرض هذا بسماح من الله، لأن الله لا يجرب بالشرور وهو لا يجرب أحد. لم تصبكم تجربة إلا بشرية، لكن الله أمين الذي لا يدعنا نجرب فوق ما نستطيع، يعطي المنفى. آباءنا عبرانيين 12، آباءنا أدبونا حسب استحسانهم. أما أبي الأرواح، أبي الأرواح يعني أكثر من الصراخ. كم واحد أدب الرب يسوع بالعهد الجديد؟ كم واحد أدب؟ كم واحد نزلت عليه نار وحرقته؟ كم واحد أدين؟ فكر، مجال التغيير للأفضل من حقك. لا تخلي روح الخوف يمنعك أنك تتغير وتقبل أنك تعيش في واقع أليم، واقع مليان مرارة، وتفكر ويضحك عليك إبليس يقول لك هذه مشيئة الله. اليوم أنا بنعلمك هذا التعليم، مش راح نستفاد غير أنك أنت تنمو، إيمانك ينمو، إيمانك يكبر، سلوكك بالإيمان، شجع إيمانك. لازم تعرف كمؤمن أنه الرب عنده خطة لكل شيء في حياتك، عنده خطة. طب لو الرب عنده خطة لحياتي، ليه أنا بعاني؟ لأني مو قادر أعرف هذه الخطة وأعيش هذه الخطة بحسب الإيمان اللي وضعه الرب إلي. مش قادر أعيش مستوى هذا الإيمان، مش قادر أعرف الكلمة، مش قادر أعيش البعد النبوي، مش قادر أستلم من الرب، مش قادر. ليه؟ لأني رضيت أني أنا أعيش في هذا الواقع اللي أنا فيه اعتقادا مني أنه هذا هو من الله. قنعني إبليس، قنعوني بالكنيسة، قالوا لي زمن المعجزات انتهى، قالوا لي زمن الروح القدس اختلف، ضحكوا علي، قالوا لي لا ما في، هلا ما في شفاء، لو انت شفيت وفلان شفي وفلان شفي الاطباء راح يموتوا من الجوع. ما له علاقة. لو انا عندي ايمان حقيقي راح اقعد مع الرب اقول يا رب هذا المرض اللي عندي حله في اطباء او حله عندك. اختلف الموضوع، الله يقودك. السبب الثالث للمحاربة، أو السبب الثالث اللي يخلي روح الخوف يحاول يتمكن، هو تصديق أفكار إبليس اللي يضعها في رؤوس الكثيرين، ونسيان أو محاولة نسيان أعمال الله، تصديق الكذب والعيان والملموس، أو محاولة تبع على كلامي، هذا الكلام راح يجي مهم جدا، محاولة إخفاء أخطاء الماضي وتغطيتها، والتي لربما تكون هي السبب في دخول روح الخوف للإنسان. وهذه تستطيع أن تعرفها بوجودها من خلال تكرار حالات الخوف. أعيد هذا الكلام، أنا حكيته يمكن بدون ترتيب. واحد من الأمور الهامة هي ما فعلناه في الماضي. لو أنا في الماضي رحت على عراف، لو أنا في الماضي اجتزت في أمور معينة، خطايا، ولساتني ما قادر أتعامل مع الماضي، لسات الماضي بيأثر في المستقبل اللي أنا فيه الآن، عفوا في الحاضر، وبيأثر للمستقبل،
ما زلت انا ما حب اعترف بهذه الخطيئه لئلا تكشف، لئلا يكون تاثيرها. بعدين عم بشوف في ناس حواليا من اولادي من الناس المهمين عندي عم يتعذبوا، لكني انا مو قادر اتكلم. ليه؟ بدي اخفي، ما قادر اقول اني انا اخطأت، ما قادر اعترف بالخطيئه برغم انه في ناس عم تتعذب في بيتي. ليه؟ لانه شايف نفسي مؤمن وانا صليت خلص. تعرف الارواح الشريره دائما دائما بمقدار 90% تحتاج الى محرر. عيد كلامي، الارواح الشريره مثل روح الخوف وروح التشويش وروح ايزابيل وروح الانسان المؤمن يحارب هذا الروح، يقاومه، يصدمه صدمات كهربائيه من خلال الصلاه، يضعفه. لكن يحتاج في اغلب الاوقات الى محرر، الى شخص يضع يده، الى شخص يصلي، الى شخص يتحد معك من جسد المسيح حتى يساعدك. ففي ناس عملت اشياء بالماضي بسبب هذه الاشياء، دخل روح الخوف عن طريق الدم، عن طريق الجينات، وبدا يستقر في العائله، وتلاقي هاي العائله مؤمنه لكن بتعاني من فترات فترات فترات، كل شوية، كل كم سنة، كل كم شهر، كل فترة معينة تعاني من نفس موضوع الخوف، بس الخوف الانهياري، الخوف اللي وصل إلى مرحلة متقدمة، ينضرب الإيمان، ينضرب الخلاص، ينضرب النعمة، كل شيء ينضرب، وتلقي الأشخاص قاعدين كأنه ضحايا لروح الخوف، كأنه روح الخوف مهيمن مسيطر، وهذا يتكرر في وسط أسرة، يعني 2 3 4 قل انت ايش عندك؟ قل لك خوف، انت ايش عندك؟ عندي خوف، انت ايش عندك؟ عندي خوف، انت. وبهي الطريقه تعرف تكتشف انه هذا الشيء حصل من الماضي وانتقل عن طريق لعنات متوارثه، او انتقل عن طريق الدم، او انتقل عن طريق اشياء اخرى. والشخص اللي ما يقدر يجي يقول يا رب سامحني ويتحد مع اخواته المؤمنين ويتوب عليه الايادي ويصلى وينتهر هذا الروح، صعب انه يغادر، صعب. ممكن انت تضعفه لكنه ما زال موجود، لانه موجود في طبيعتك القديمه، في الكروموسومات، في الخلايا اللي انت استورثتها من عائلتك. كيف اعرف انه هذا موجود؟ تكرار حالات الخوف في كل فترات زمنيه، كل فتره زمنيه يهاجم روح الخوف، مسك مادي، عدم ارتباط، ما في زواج، حتى اللي يتزوج يطلق، في اشياء كثيره تدخل على العائله، في غضب، تدخل اوجاع، تدخل امراض، اكسيدنت، حوادث متتاليه، وكانه انت الوحيد المخلوق بهاي الارض ونازل عليك العدو عم يضربك بيضربك يضربك، وهذا كله ناتج من شيء اتى من الماضي نتيجه اخطاء، واحنا فاكرين انه احنا وصلنا الى مرحله ايمانيه مش راح نتعرض. طب اشوف حياتي واللي انا عم بعاني منه بهاي الاشياء وأقف ضده وأتحرر وأخلص من هاي القيود اللي عم يقيدني فيها العدو. لذلك القاعدة الأساسية اللي تتحرك بها في هذا الموضوع، كيف تعيش إيمان بلا خوف؟ أولا تأتي من خلال ما تحمل جواتك من فكر اتجاه الرب. هل الرب صالح؟ نعم رب صالح. إذا أنا أشيل من بالي موضوع أنه الرب سمح بمرضي، أنه الرب سمح بأذيتي، أنه الرب سمح بأني أجتاز في هذا الموضوع، أشيل، خلي الرب على الجنب، مش الرب اللي سمح. ليه؟ أبني قاعدة، أعيش هاي القاعدة، أعيش هذا الإيمان. كيف أعيش هذا الإيمان؟ من خلال أني أنا أثبت داخل مخي إلهي صالح. خلي قاعدة هامة انه الله لما قال لي انا لم اعطيك روح الفشل، وقال لي الرب انا عد لك خطة وانا باركتك بكل بركة سماوية وعدك تعيش بالانتصارات، لا تخف، لا ترهب، لا تضعف، لا تهرب، لا لا لا. لما يقول لي هاي الكلمات الرب
لازم القاعدة اللي أنا أبني على إيماني أنه الرب اللي حكى معي هاي الكلمات هو عنده القدرة الكاملة وعنده الترتيب وعنده الطريقة لإنجاح ما تكلم به. لازم أخذ وعده أخليه قدام عيني، لا تدنو ضربة من خيمتك. لازم أمسك هذا الوعد بقوة أخليه قدام عيوني أشوفه، لأن كل شيء أنا بشوفه الكتاب قال العين سراج الجسد، العين هو باب، هو مكان مفتوح، مفتوح يتصل بقلبك. كل شيء أنت تقراه من كلمة الله مباشرة، هذا اللي أنت تقراه ينزل يترسب في قلبك، إن كان أشياء جيدة، إن كان وعود، إن كان شفت أمور مو زينة، كله راح يترسب في قلبك. الشيء اللي أنت تركز عليه يصبح شيء أنت تؤمن به. إذا أنا ظليت أركز على المرض يبقى أنا آمن بوجود مرض، إذا ظليت أركز على أمر معين راح لو أنا ركزت على الرب، على وعود الرب، هذا راح يكون إيماني. الشيء اللي أركز عليه هو إيماني. الشيء اللي أنا مخلي كل عقلي وكل قلبي فيه هو هذا إيماني، ما راح يتغير. هذا الشيء اللي أنا مستند عليه. هذا السبب لازم أركز على ما تقول الكلمة. كل موقف أنا بمر فيه في كلمة ساعدني حتى أجتاز هذا الموقف، حتى أنال النصرة. عيد كلامي، كل موقف أنت بتمر فيه في وعد، في كلمة. هذه الكلمة لما أنا أجيبها وأخلطها وأربطها في الظرف اللي أنا بمر فيه راح يحصل نتيجة، يحصل نصرة. كتاب يقول الإيمان يأتي بالسمع والسمع يأتي من خلال الكلمة في رومية 10-17. هذا السبب لازم أنا أفكر، طب يا رب أنت أعطيتني إرادة حرة، أوكي أنا حر، حر بأي شيء، حر بأشياء هامة جدا الرب خلاها عندي. قال لي أنا مش رح أقتحم حياتك، أنا مش رح أدخل على حياتك غصبا عنك، أنا مش رح أخليك تؤمن غصبا عنك، لا أنا رح أعطيك قاعدة، راح أعطيك حواس، راح أعطيك إرادة حرة. شو استفاد من هذه الإرادة؟ استفاد منها أني أتحكم في كل شيء يمر من خلال السماء، من خلال ما أنا أسمعه، وكل شيء يمر من خلال ما أنا أراه. أنا مسؤول عن أشياء أسمعها وأشياء أراها وأشياء أتكلم بها. أنا مسؤول عن الأشياء اللي راح تدخل في قلبي، والأشياء اللي راح أركز عليها، والأشياء اللي راح أؤمن فيها. أنا مسؤول، عندي إرادة. لذلك الطريقة للعيش بالإيمان يعتمد على أنك تقرر أن تضع عينك وأذنك وكلماتك في الكلمة، استقبلها، آمن بها. بهذه الطريقة يتولد في داخلك نار الإيمان. لما تركز على كلمة الله إيمانك، لما ينمو إيمانك تقوى روحك، فيصبح الإيمان بالكلمة هو المسؤول الأول في قلبك. لما تواجه تحدي، لما تواجه خوف، لما تواجه قلق، اللي موجود بقلبك هو اللي راح يظهر أول شيء. لما يكون أنا عندي هذا الإيمان وإيماني نشيط وقلبي مليان ووعود الله على لساني، راح يكون الخوف والفشل والهزيمة والانسحاب راح يكون أشياء ما راح تكون إلى قيمة. ليه؟ لأنه بالإيمان اللي فيه راح الرب راح يخلي فيه تحدي، راح أواجه روح الخوف. روح الخوف روح شريرة يحتاج واجه. الكتاب يقول قاوم إبليس فيهرب منك. إبليس يجيك على شكل أسد زائر يجول ملتمس من يبتليه، فقاوموه راسخين بماذا؟ راسخين بالإيمان، راسخين بالإيمان. لما تتكلم الكلام اللي يطلع من فمك، لما تقول كلمة، لما أنا أقول أنا مش خايف، لما أقول هذه الكلمة وأنا مؤمن، هذا معناها أنه قلبي مش خايف. فالكلام اللي يطلع يخرج من فمي لازم يكون عنده اتفاق وعنده علاقة وعنده تأييد من كلمة الله، ولا راح أكون كاذب. ما راح تحصل الأمور اللي أنا أنطق بها لو أنا غير مؤمن فيها.
لما أقول من كل قلبي ما يقول الله ويضع الله فمه على فمي، يغير الله فمي ويعطيني فمه، كلماتي راح تختلف. ليه؟ لأن راح أكون متأكد من اللي أنا تكلمت فيه بالإيمان أنه راح يعلن وراح يستعلن. هذا السبب عبرانيين 10:35 قال فلا تطرحوا ثقتكم التي لها مجازات عظيمة. لا تطرح ثقتك، لأن إبليس يريد يزعزع ثقتك. لا تطرح ثقتك التي لها نتيجة. صليت أنا بإيمان بثقة في نتيجة مجازات عظيمة، لأنكم تحتاجون إلى الصبر حتى إذا صنعتم مشيئة الله تنالون الموعد. هذا هو الإيمان بلا خوف، إيمان ثقة، أقف أمام الله وأصلي بثقة كاملة. لما أنا أمتلئ بكلمة الله، أمتلئ بالروح القدس، أمتلئ بإعلانات الله، تصبح هاي الأشياء أكبر حجما من حجم المشكلة اللي أنا عم بدخل فيها. فلما تكون حجم الإيماني أكبر من حجم مشكلتي، راح أقدر أتحرك بالإيمان مش بالعيان ولا بالسمع. راح أتحرك، شوف، في مكان اسمه مكان الإيمان وفي مكان اسمه مكان الخوف. لما أنا إيماني يزداد وأنا في مكان الخوف وأنا في مكان المشكلة وأنا في مكان الاضطراب، بس أنا عندي إيمان، عندي كلمة الله، راح تلاقيني أترك هذا المكان، أترك مكان الخوف وأبتدي أنا أنتقل إلى مكان آخر اسمه مكان الإيمان. وهذا هو رد على الناس اللي عم يسألوني هل أنتقل، هل أخذ قرار، هل أغير مكاني، هل أعمل هاي الأمور، ولا أبقى في هذا المكان عم بتعذب. المكان له خوف، الخوف له عذاب. لما أنا في مكان العذاب، لما أنا في مكان الخوف، لما في مكان عم أشتغل فيه، أنا مؤمن المفروض أكون في مكان الإيمان مش في مكان الخوف، بس أنا عايش في مكان خوف. لازم أنتقل، لازم أتحرك من مكان الخوف إلى مكان الإيمان. كيف أنتقل؟ لما قلبي يمتلئ بالكلمة، بالوعود، بالروح الله. مع الوقت إيماني راح يبدي ينمو، كل مرة أمارس هذا الموضوع، هاي الطريقة، وتبدي الكلمة، عارف كلمة الله عاملة زي الدرال، تحفر. يعني أنت لما تستقبل كلمة الله، لا، مش الكلمة مش بتسقط على 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 فوق التربة. كتاب يقول الكلمة تسقط في التربة داخل. فالكلمة لما تستقبلها تحفر حفرة في داخل قلبك، تستقر، مش سهل تنتزع الكلمة. لما تنطق بالكلمة، لما تنطق بكلمات الله، حتى لو تأخرت استجابة الصلاة أو زادت الأمور حدة، ما راح تتزعزع، لأن الكلمة أصبح لها جذور قوية في داخل قلبك، وأصبح اختباراتك الشخصية مع الرب تعطيك دافع قوي للانتظار والثبات بعيد عن روح الخوف. أول ما تسقط الكلمة، أول شيء تعمله مثل البذرة، مثل حبة الحنطة. كلمة الله حبة حنطة، كيف تتعامل الحبة؟ أول ما تسقط تبتدي تأسس جذور تدخل في قلبك، تمتص قوة من خلال إيمانك. لما تبتدي تكبر أنت عم تنطق بهذه الكلمة، طب الاستجابة تأخرت، ما صار حال، إذا شوف الوضع ده يسوء، كيف أتصرف؟ كيف أتعامل؟ الاستجابة، الكلمة، الإيمان تعطيني دافع قوي للانتظار والثبات بعيد عن روح الخوف. النقطة الثانية المهمة اللي تقوي إيماني هي الناس اللي حولي. في مثل، يعني هو ناخذ الأمثال فقط للمقولة، مش آية لكنه مثل، في مثل يقول قل لي من تصاحب فأقول لك من أنت. هي مهم المثل، هذا تحدي. ليه؟ لأنك أنت ممكن تصاحب ناس ما عندهم إيمان فيزعزعون إيمانك، ممكن أنت تلتصق في ناس مؤمنين إيمانهم قوي فيرفعون إيمانك.
ببساطة، ما يحتاج له يعني كثير تفكير. يجب أن تختار من تصاحب، يجب أن تستمر في علاقات حقيقية مع مؤمنين حقيقيين أقوياء، ليسوا سلبيين، مختبرين اختبارات عميقة في الروح القدس، مختبرين. هاي الطريقة إيمانك ينمو. لازم تكون حريص، مش كل واحد ياخذني ويجيبني. انا دائما اقول للاخوه، بعض الاوقات الناس تنزل على الفيسبوك تعاليم واشياء وجايبين من فلان وفلان وفلان وفلانه جايبينها، وكل واحد له شيء معين. فتشوف دائما لما انت تنقل اخبار انتقاد، اخبار سلبيه، حتى لو اخبار صح، حتى لو اخبار حقيقيه، لكن بالتالي هذه الاخبار، هذه المعلومات، هذه اللي انت تنقلها، جابوا لنا مثلا فلانه قاعده مع شيخ وهذا الشيخ سواها، مش ليه تنقل هذه الاخبار؟ اعرف من تصاحب، اعرف من تسمع، اعرف مع من تتكلم. مهم جدا، مش كل واحد ياخذني ويجيبني على مزاجه، لان كثير من خدام الرب تعثروا بسبب خدام اخرين. اكتشفوا انه هذا الخادم بعد مدة على حياته علامات كثيرة معينة، وكانت علامات حقيقية، وكانت مشاكل ودت الناس الداهية. اذا لازم تعرف من تصاحب، لازم تعرف مع من تمشي، لازم تختار مؤمنين حقيقيين، لازم تكبر بالايمان، لا تختار شيء سلبي، لا تختار مؤمن يخليك تطلع برات العلاقة والشراكة مع الرب لانه هو عم يجتاز في ظروف صعبة. لا تخلي مؤمن يشككك في قاعدة هامة، من هو الله بالنسبة لي، من هو يسوع، من هو إلهيم، لا تخلي شيء يشككك. لازم تحافظ، تسعى انك تحافظ على علاقة حقيقية، على صداقة مع الناس الذين علاقتهم مرفوعة مع الرب اكثر منك. ممكن يكون الشخص اللي مرفوع إيمانيا مش شرط يكون خادم، ممكن يكون شخص تعرفه، صديق، ممكن يكون أخ في مكان آخر ما عنده خدمة لكنه عنده شراكة، عنده علاقة مع الرب قوية. ممكن يكون ما عنده نشاط روحي لكن عنده عائلة، عنده بيت، عنده أثر في فلان، عنده الرغبة، عنده الشجاعة، عنده الإيمان الكافي. مش شرط يكون خادم، لكن انت تشعر بالروح القدس انه هذا مصاحبة هذا الانسان رح ترفع من ايماني، رح تشيني. لازم مؤمن اجتاز وعبر صدمات اجتازت في حياته، تقدر تقف مع هذا المؤمن وتتعلم منه. مش عيب انك تتعلم، لازم ينضج ايمانك، ولما ينضج ايمانك يتوقف خوفك. لازم تلقي ناس مملوئين بالروح القدس. بليز ابتعدوا عن المناقرات اللي عم نشوف بالفيسبوك، فلان وفلان وفلان وفلان، كفاية عم بتضعف إيمانك، وعم بتضعف إيمان الناس اللي حولك، وعم بتضعف كل شيء. خليك أنت في 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 علاقة حقيقية، التصق بالمؤمن اللي يرفعك، التصق بالمؤمن اللي يعطيك آيات كتابية حقيقية وأنت شايف حياته قادر رغم مرضه، رغم الظروف الصعبة، لكنه قادر يرتفع، قادر يشيلك، قادر يعليك فوق. ويوم تكبر أنت وتتشدد أنت وتقوى أنت، أنت أيضا شيل آخرين وأرفع عملي فوق. هذا هو الهدف. رح تلاقي نفسك انت بيوم من الايام وصلت الى مرحلة خلاص انت رح تشيل الاخر، انت رح تعين الاخر، انت رح تنضج الاخر. اذا حاول تحافظ على تواصل دائم مع شخص لديه ايمان اقوى منك، حتى لو كان ليس لديه خدمة. تستطيع ان تنمو بنفسك لو انت تريد هذا الشيء، او لو الرب دفع مؤمن إلى حياتك وقال لك هذا المؤمن أنت تقدر تتعامل معه، فأمسك فيه
وبدون ما تسبب له اي الم او تسبب له اي احراج، حاولوا تكون قريب. عبرانيين 10 39 يقول: ولكننا نحن لسنا من اهل الارتداد المؤدي الى الهلاك، بل من اهل الايمان المؤدي الى خلاص نفوسنا. اهل ايمان، مره يحكي عن حياه الايمان، مره يتكلم عن عائله ايمان، اهل ايمان. وهي الطريقه راح يقدر الرب ينمي ايمانك. حافظ على هذا الإيمان اللي أخذته اليوم. أنت بتسمعني، لو في شيء من هاي الأشياء اللي أنا ذكرتها أمامك بتخليك تتعب، لو أنت عم بتواجه شياطين مثلا وعم بتأثر عليك بأمور معينة، عم بتزحزح إيمانك، عم بتشكك خلاصك، عم بتخليك غضوب، عم بتخليك تتعامل بطريقة صعبة، اليوم قف وقل: لا يا رب، أنا عندي محبة الله تغمرني، أنا عندي كلمة الله، أنا عندي وعود الله، أنا في حوالي كثير أشياء تخليني مرتفع. كتاب يقول: السارق لا يأتي إلا ليسرق ويذبح ويهلك، أما أنا فقد أتيت ليكن لهم حياة. حياة معناها أنك أنت في ملء الحياة. كيف أنا في ملء الحياة وأنا دا أتعذب؟ لازم يكون وضعي مختلف من هذا اليوم. الخطوة الأولى، الخطوة الأولى، قل له: يا رب ادخل حياتي، يا رب غيرني، يا رب أنا أفتح قلبي إليك، يا رب أنا اليوم سمعت عن الإيمان وعن الخوف وأنا فعلا أخاف من أي شيء، وتتحول مخاوفي يوم بعد يوم إلى أشياء كبيرة، لكن اليوم أنا يا رب راح أنبني بناء مختلف. تعال أنبني اليوم، تعال خذ كلمة الله اللي تبنيك. كتاب المقدس يتكلم عن البناء المؤمن في أفسس 2، يقول هاي الكلمات، يقول: مبنيين بناء هيكل، مبنيين على أساس الرسل والأنبياء ويسوع المسيح نفسه حجر الزاوية. لما أنت تثق أنه يسوع المسيح هو حجر الزاوية، أنت راح تقدر تنبني. لما أنت تتعلم من كلمة الله الحية، أنت راح تقدر تنبني. يقول: الذي فيه كل البناء مركب معا. أنت ممزوج، أنت مش لوحدك، أنت مش تشعر بالوحدة بسبب روح الخوف، أنت ممزوج، انت مرتبط، مركب معا، ينمو. انت مش انت هيكل وانا هيكل، لا، احنا جميعنا ننمو هيكل واحد مقدس في الرب، الذي فيه انتم ايضا مبنيون معا مسكنا لله في الروح القدس، في وجود الروح. ما ممكن تنبني ايمانك بدون الروح القدس. لازم تطلع من فكر البساطة اللي انت عايش فيها والسطحية اللي انا عايش فيها، ولازم اطلب الروح القدس على حياتي. الكتاب المقدس في عبرانيين 10:23 يقول: لنتمسك بأقرار الرجاء راسخ، لأن الذي وعد هو أمين. ما دام الرب وعدك، ما دام الرب أعطاك وعود، هو أمين. امسك هذا، كن راسخ في الكلمة، كن راسخ في وعود الله. ولنلاحظ، ارجع للآية الأولى اللي حكيناها في كورنثوس الثانية، ولنلاحظ بعضنا بعض، مش لفحص الإيمان لكن للتحريض على المحبة والأعمال الحسنة، غير تاركين اجتماعنا. هذا هو الهدف. لما تبتعد أنت، لما جمرة تبعد عن مجموعة جمرات خليها تشعر الوحدة، راح تنطفي، لكن خليها مرتبطة. غير تاركين اجتماعاتنا كما لقوم عادة، بل واعظين بعضنا بعضا، وبالأكثر على قدر ما ترون اليوم قريب. المفتاح هو الانفلات. تمسك، اطلع من مكان الخوف، اطلع من مكان الاضطراب. لا تستسلم لروح الخوف، لا تسلم، لا تقول خلاص انتهى الموضوع، انا راح اعيش، راح اكمل بهذه الطريقه، كل كم سنه انا بمر بنفس الظرف. لا، اطلع خارج هذا الخوف، اطلع برات هذا الخوف، لانه لو انت بتتعذب بسبب روح الخوف فهذا روح شرير عنده غايه وعنده هدف انه يعذبك. قوه الصليب، قوة إيمانك، قوة الكلمة بحياتك راح تخليك برات هذا الموضوع بالكامل. تمسك بإقرار الرجاء راسخ، تمسك بهاي الأشياء، تمسك، تبع على كلامي، لأن هذا الكلام اليوم مهم جدا. لا تخلي العدو ياخذك، يخليك مجبر بسبب الخوف أنك أنت تكذب مثلا أو تزني أو تعمل أشياء غلط. ليه خليك بسبب الخوف خصوصا انك انت تدخل في دوائر مظلمة؟ لانه في تحذير. كتاب المقدس في رؤيا 21:8، رؤيا 21:8 يقول: واما الخائفون، انتبه، اما الخائفون
وغير المؤمنين والرجسون والقاتلون والزنات والسحرة وعبدة الأوثان وجميع الكذبة نصيبهم في البحيرة المتقدة بنار وكبريت. يعني ممكن الخوف يأخذني إلى نار وكبريت، نعم. ممكن الكذب يأخذني، نعم. عدم إيماني، نعم. رجاسة، قتل، زنا، سحر، عبادة أوثان، كله يأخذني. إذن تحذير، أوقف اليوم، هي خطوة الخوف، وأبتدي أعلن إعلانات الرب. يشوع 1:9 يقول أما أمرتك تشدد وتشجع، لا ترهب ولا ترتعب، لأن الرب إلهك معك حيثما تذهب. حيثما تذهب طول اليوم كل الوقت ينجح المخطط، هو الرب إلهك. إذن تشدد ولا ترهب. خلي هذا اليوم هاي الكلمات أمام عينك، أمام نصب عينك. قل له يا رب أنا كنت أخاف، والعدو قدر يخوفني، ولو في خوف يعني ما في محبة وما في إيمان. إذن أنا يا رب عم بواجه مشكلة، لأن المحبة الكاملة تطرح الخوف خارج. محبة الكاملة، واحد يوحنا، محبة الكاملة تطرح الخوف إلى خارج. فخلي الخوف اليوم يطلع من عندك، استمر في صلواتك، وراح تشوف الرب راح يتعامل مع خوفك، راح يزيد إيمانك، وراح تصل للهدف اللي أنت محتاج أنك تصل له. تعالوا نصلي. أنا خلصت الدرس، أنا قلت اليوم مش